ماذا تعرف عن الجزر الإماراتية الثلاث؟ هي ثلاث جزر استراتيجية تقع شرقي الخليج العربي، وبينما تقول الإمارات إنها جزء من أراضيها وتطالب إيران التي تسيطر عليها منذ سنة 1971 تطالب بإرجاعها. تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر غير قابلة للنقاش. الموقع الجغرافي: جزيرة طنب الكبرى تبلغ مساحتها ما يقارب 9 كيلومترات مربعة، وتقع شرقي الخليج العربي قرب مضيق هرمز، وتبعد حوالي 30 كيلومترا عن إمارة رأس الخيمة التي كانت الجزيرة تتبع لها قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. استولت عليها إيران في 30 من نوفمبر من سنة 1971، بعد أيام من انسحاب قوات الاستعمار البريطاني منها، وقبل يومين من استقلال الإمارات عن بريطانيا. وكان يسكنها آنذاك حوالي 300 نسمة يعيشون على صيد السمك ورعي الماشية. جزيرة طنب الصغرى هي ذات أرض رملية وصخرية مجدبة، وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية، ولا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب، ولذلك كانت تضم أسرة واحدة عند استيلاء إيران عليها مع طنب الكبرى. وكانت وقتها تتبع لإمارة رأس الخيمة، تقع على بعد حوالي 13 كيلومتر غرب جزيرة طنب الكبرى، وهي مثلثة الشكل وتبلغ مساحتها نحو 2 كيلومتر مربع. ثالث الجزر هي جزيرة أبو موسى، هي كبرى الجزر الثلاث، إذ تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، تبعد عن طنب الكبرى ب20 كيلومتر أيضا، وتقع على بعد حوالي 43 كيلومتر من شاطئ الإمارات، و67 كيلومترا عن الشاطئ الإيراني، وسط ممر ناقلات النفط المصدرة من الخليج العربي إلى العالم. وكانت مأهولة عند احتلالها بنحو 1000 مواطن إماراتي يعملون في حرفة صيد السمك. وتمتاز هذه الجزيرة بمياه عميقة الصالحة لرسم السفن، كما يوجد فيها معدن أكسيد الحديد الذي سبق أن قامت الشركة الألمانية فونك هاوس في سنة 1906 باستخراجه وتصديره إلى ألمانيا، وهو ما أقلق بريطانيا التي رأت في الوجود الألماني بالمنطقة تهديدا لمصالحها، فتدخلت لدى حاكم الشارقة الذي أوقف المصنع في سنة 1907. الأهمية الاستراتيجية: رغم صغر مساحة الجزر الثلاث، فإن أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدا، وهي سبب النزاع عليها. فهي تقع في منطقة حساسة من الخليج العربي، وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه، وتشرف الجزر على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، ويربط بين خليج عمان والخليج العربي المعبر الرئيسي إلى المحيط الهندي. ومن يتحكم في هذه الجزر يسيطر على حركة المرور المائي في الخليج العربي. وبحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للجزر، فإنها صالحة للاستخدامات العسكرية، مما يجعلها مركزا ملائما للرقابة العسكرية على السفن التي تعبر الخليج العربي. أما سواحلها فيمكن استخدامها ملجأ للغواصات وقواعد إنزال آمنة، لكون مياهها عميقة وتصلح لإقامة منشآت عسكرية. ومن الناحية الاقتصادية، فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل البترول وأكسيد الحديد الأحمر وكبريتات الحديد والكبريت. في سنة 1972 أعلن حاكم الشارقة آنذاك سلطان بن محمد القاسمي اكتشاف النفط في المياه الإقليمية لجزيرة أبو موسى، وقد منحت حكومة الشارقة إحدى الشركات الأمريكية امتيازات للتنقيب عن النفط في الجزيرة، وصدرت منها أول شحنة سنة 1974، ثم تراجعت مستويات الإنتاج لاحقا، لكن لا يزال وجود احتياطات نفطية في المنطقة محتملا. النشأة والجذور: كانت الجزر الثلاثة مشمولة بمعاهدة الحماية الموقعة سنة 1819 بين حكام الخليج وبريطانيا، ورغم ذلك فقد ظلت موضع اهتمام إيران التي حاولت احتلالها سنة 1904، 1923 و 1963، لكنها أخفقت في محاولاتها تلك، ف
ثم ما لبثت أن عاودتها آمال السيطرة عليها حين أعلنت بريطانيا انسحابها من المنطقة سنة 1968. وبعد فشل إيران في استتباع البحرين التي صوت سكانها في استفتاء سنة 1970 على بقائها مستقلة، ركز شاه إيران محمد رضا بهلوي اهتمامه على الجزر الثلاث، وأعلن أنه ينوي احتلالها، وساعده على ذلك صمت وربما تشجيع الدول الكبرى. حاول بهلوي أولا إقناع حاكم رأس الخيمة صقر بن سلطان القاسم بشراء طنب الكبرى وطنب الصغرى أو تأجيرهما لإيران، لكن محاولاته وجهت بالرفض القاطع. أما حاكم الشارقة خالد القاسم فقد وافق بعد أن أخفق في الحصول على مساندة عربية، وافق على توقيع مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانية سنة 1971، ونصت الاتفاقية على تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى، وهي الجزء الشمالي لإيران والجزء الجنوبي للشارقة، واقتسام عوائد نفطها دون اعتراف إحداهما بمزاعم الأخرى تجاه الجزيرة. لكن إيران وضعت يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما عسكريا يوم 30 من نوفمبر سنة 1971، مما أدى إلى مقتل بعض رجال الشرطة وخمسة مدنيين وتهجير 200 عائلة حسب مصادر إماراتية، في حين نشرت طهران قوة عسكرية في نصف جزيرة أبو موسى عملا بالاتفاقية الموقعة مع حاكم الشارقة. إيران في الوقت الحالي تقول إنها لم تتخلى أبدا عن سيادتها على الجزر الثلاث أيام الوجود البريطاني، وملكيتها للجزر الثلاث غير قابلة للتفاوض لأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية منذ القدم، وأن ما تسميه سوء الفهم في هذه القضية لا يمكن أن يسوى إلا بالتفاوض المباشر وغير المشروط بين البلدين. وما يصدر عن الإمارات في هذه القضية تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض بالكامل. وتضيف طهران أنها عندما وقعت الاتفاقية مع الشارقة سنة 1971 لم تكن هناك دولة اسمها دولة الإمارات، وبعد أن تشكلت هذه الدولة فإنها قابلت كل المواثيق والاتفاقيات الموقعة سابقا وتعهدت باحترامها، ومن ضمنها اتفاقية سنة 1971 الموقعة مع شاه إيران. أما الإمارات حاليا فتقول إن الجزر إماراتية الانتماء بحكم القانون والتاريخ والجغرافيا، وأن إيران تخلت عن ميراث الشاه في كل شيء وتغيرت تغيرا جوهريا وأصبحت جمهورية إسلامية لها نزعة ديمقراطية، إلا في قضية الجزر فقد نظرت إليها نظرة قومية وحافظت فيها على ما فعله الشاه من احتلال غير شرعي ولا إسلامي. بل أن أبو ظبي ترى في إيران الإسلامية تشددت أكثر من نظام شاه الذي قبل في اتفاقية 1971 تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى، وهو ما أخلت به إيران بعد الثورة باحتلالها جميع الجزيرة سنة 1992، وأن إجراء طهران المناورات في منطقة تعتبرها الإمارات مياهاً إقليمية لجزر تابعة لها يكرس هذا الاحتلال الذي تشبهه باحتلال إسرائيل للأراضي العربية بفلسطين والجولان السوري.